حلو ماشي. بصوا يا جماعه مش منتجة الصوت يا دكاترة والنبي بالله عليكم. يلا يا جماعة عشان هيبقى واضح. مش عايز صوت يا جماعة لو سمحتوا. مش عايز صوت يا سارة. تمام. ده ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس. ببص اول حاجة الاكتف كومبوننت اللي عندي هنا اكسبانشن سكرو. البوزيشن بتاعه هنا في الميد لاين، فده بسميه ميد لاين اكسبانشن سكرو. عندي بوستيريور بايت بلين هنا وعندي بوستيريور بايت بلين هنا. الهدف من البوستيريور بايت بلين ده هنا ايه؟ ان انا النهارده الاكسبانشن ده في ترانسفيرس دايركشن، فالمفروض انا عندي انتركاسبيشن موجود اصلا على الوضع اللي مش مظبوط، الوضع اللي فيه البوستيريور كروس بايت ده. تمام. فمش هقدر اطلع من الوضع ده من غير ما يبقى عندي فريينج للاوكلوجن، فانا بعمل بوستيريور بايت بلين ده علشان خاطر اعمل فريينج للاوكلوجن، فبالتالي اقدر اطلع من البوستيريور من البايلاترال بوستيريور كروس بايت. تمام. اجي ابص على الريتينتيف كومبوننت اللي عندي هنا، هلاقي عندي ادمز كلاسب وعندي سي كلاسب. تمام. يبقى هنا النهارده لما اجي اتكلم عن الابلاينس ده اقول عليه ايه؟ اقول ان ده عباره عن ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس ميد لاين اكسبانشن سكرو فور كوركشن اوف يونيلاترال اور بايلاترال بوستيريور كروس بايت في بوستيريور بايت بلين ميد لاين اكسباندر اند تو ادمز كلاسب اند تو سي كلاسبس. يبقى ده اول ابلاينس معانا، ده فور كوركشن اوف ميد لاين of bilateral posterior cross part. تمام. اجي ابص على الابلاينس ده، تمام، الاقي عباره عن ايه؟ عندي تو ادمز كلاسب وعندي شورت ليبيال اوش. ازاي اعرف بقى ان هو اكتف ولا باسيف؟ ببص على الميزوديستال ويدث بتاع اللوب. اللوب هنا اقل من الميزوديستال ويدث بتاع الكناين. تمام. يبقى في الحاله زي دي انا بتكلم على باسيف شورت ليبيال اوش. تمام. اجي ابص هنا هلاقي عندي الفستونز، دي الفستونات بتاعت الايه السنان. يبقى في الحاله اللي زي دي الليبيال اوش ده او الليبيال بو ده ما بيعملش اي بريشر، فبالتالي الفستونز دي بتسند السنان من البلاتال او من اللينجوال سيرفس. تمام. بعد كده اجي ابص على الاكستنشن بتاع البو، هلاقي ان الاكستنشن بتاع البو واصل من نص الكناين هنا لنص الكناين في الناحيه الثانيه. يبقى انا النهارده لما الاقي عندي شورت ليبيال ارش باسيف فور والاقي عندي تو ادمز كلاسب وبيس بليت، يبقى في الحاله زي دي انا بتكلم على هاولي ريتينر. ايه الانديكيشن بتاع الهاولي ريتينر؟ الهاولي ريتينر ده عباره عن ابلاينس بستخدمه بعد الاكتف تريتمنت. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت فيكسد ابلاينس او ريموفابل ابلاينس وخلصت الاكتف فيز بتاع التريتمنت بستخدم الهاولي ريتين. في الحالات اللي انا ممكن اكون شغال فيها بريموفابل اورثودونتيك ابلاينس بعد ما بخلص ممكن الجهاز نفسه هو يبقى الريتينر، لكن في الحالات اللي انا مستخدم فيها الفيكسد انا بستخدم الهاولي ريتينر ده فور ريتينشن. تمام. بعد كده اجي على ابلاينس تاني زي الابلاينس ده، عباره عن ايه؟ لما باجي ابص عليه الاقي ان فيه بوستيريور بايت بلين. تمام. اقلبه على وشه الاقي ان انا عندي اتنين زد سبرينج وعندي شورت ليبيال ارش. تمام. ابص على الزد سبرينج هنا الاقي انه متغطي بالاكريل هنا وهنا. ده اسمه ايه الاكريل اللي مغطيه ده؟ اسمه بوكسينج. فاكرين كنا احنا قلنا لما جينا نتكلم عن الزد سبرينج وعن الفينجر سبرينج ان انا بقدر احمي السبرينج ده علشان ما يحصلوش ديستورشن بحاجه من الاثنين، يا اما بعمل له واير جارد يا اما بعمل له بوكسينج. ده شكل البوكسينج اللي احنا بنعمله. فلما اجي ابص هنا على الاكتف كومبوننتس هلاقي ان انا عندي الاكتف كومبوننتس عباره عن ايه؟ عباره عن اكتف شورت ليبيال ارش وعندي تو زد سبرينجز، وجيت عملت لكل واحده منهم بوكسينج بحيث انها تمنع ايه؟ الدستورشن بتاع الواير. تمام. بعد كده هنا عندي بوستيريور بايت بلين.
الهدف من البوستيرو بايت بلين ده انه يفتح البايت. السؤال دلوقتي، هل اي بايت او اي انتيريور كروس بايت محتاج ان انا افتح لها البايت؟ الحقيقه لا. الحقيقه ان احنا عندنا شكلين، يا اما يبقى عندي في فيرتيكال اوفرلاب عالي، الفيرتيكال اوفرلاب ده اكتر من الفري واي سبيس، يبقى في الحاله اللي زي دي محتاج ان انا افتح البايت. لكن لو الفيرتيكال اوفرلاب قليل او شالو بايت اقل من الفري واي سبيس، يبقى في الحاله دي ديورنج ريست، اما المانديبول يبقى في الريستنج بوزيشن بتاعه، مش محتاج ان انا افتح البايت. يبقى انا النهارده الابلاينس ده لو جيت لما اجي ابص عليه اقول ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس فور كوركشن اوف anterior cross bite in the two lateral incisors. The active components عندي two Z springs تمام، وعندي short labial arch، وعندي two Adam's clasp and posterior bite plane. يبقى ده ال appliance ده. اجي بعد كده ابص على ال appliance ده الاقي ان انا عندي ايه؟ عندي two Adam's clasp بس ملحوم فيهم long labial arch، ملحوم فيهم long labial arch. اللونج ليبيال ارش بقى بيختلف عن الشورت ليبيال في ايه؟ ان اللونج ليبيال الديستال ارم بتاعه ما بيعديش على الاوكلوزال سيرفيس ويبقى انسيرتد في الاكريل، لا ده بيتنيه ماشي لحد ما يوصل للبريدج وسولدرد مع البريدج بتاع الادمز كلاسب. ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه علشان الريتنشن، ده برضو شكل من اشكال الريتينر، بس بدل ما حطيتش الشورت ليبيال ارش حطيت لونج ليبيال ارش. تمام؟ باجي بعد كده عندي الابلاينس ده تمام. الابلاينس ده فيه شورت ليبيال ارش وفيه تو ادمز كلاسب وفيه سنان متركبه البريمولر وبريمولر ومولر تمام. ده انا لما اجي اسميه اقول ايه بقى؟ اسميه فانكشنال سبيس مينتينر، فانكشنال سبيس مينتينر تمام. اجي بعد كده اخد الابلاينس ده. الابلاينس ده عبارة عن ايه؟ الابلاينس ده لما اجي ابص عليه الاقي ان انا عندي anterior expansion screw تمام؟ الانتيريور اكسبانشن سكرو ده معمول على التو سنترالز تمام؟ وعندي هنا تو ادمز كلاسب وعندي posterior بايت بلين وعندي شورت ليبيال ارش. الشورت ليبيال ارش اللي موجود عندي هنا ده بيبقى ايه؟ باسيف شورت ليبيال ارش. معايا؟ الابلاينس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن anterior expansion screw for a single tooth تمام؟ لما باجي ابص عليه الاقي ان انا عندي ايه؟ anterior expansion screw اهو تمام؟ وعندي two Adam's clasp اهمت، ادي واحد وادي التاني، وعندي two C كلاسبس تمام.